السلام عليكم ورحمة الله، متتبعي قناة كريم عطية. كيف حالكم اخواني الكرام؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شرحنا اليوم راح يكون عن طريقة تصميم الاسم باحترافية بتطبيق بيكس ارت. قبل ما نشرح، اول شيء اذا كنت اول مرة عم تشاهد فيديوهات قناة كريم عطية، لا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك باقي الفيديوهات الجاية ان شاء الله بالقناة. طبعا اخواني الكرام، نحتاج الى تطبيق بيكسلاب، تمام، ونحتاج الى هذه الحروف، لا خليكم اياها اسفل بالوسط. اعتقد نحتاج مثلا في هذا شرحنا نحتاج الى بو هذا، والاخرى اللي راح احط لكم اياها ايضا يعني مع الاخرين. تو يوم ما يشرح، اول شيء ندخل على تطبيق بيكسلاب. يعني هذه الحروف غير موجوده ب بالهاتف، جايين من اللابتوب هكذا. نعمل حذف ثم ندخل هنا نختار حرف الالف. هذه هي حروف الالف هكذا مثل ما تشوفوا. نختار مثلا هذا الحرف، هذا الثاني. ندخل له الميم حات هنا ونحذف الكل ونخليه هو فقط. دقيقة هكذا اخواني، نخليه هو فقط هذا هو. نحطه هنا ثم نختار نحط آخر، ثم نحط استيراد ونختار حرف البو. هذه هي الحروف، نضغط هنا ونحذف الكل ونخليه بو فقط. خلينا نحذف الكل، خليت البو فقط، أنا ما أريد أطول عليكم بالشرح. حطها مثلا هنا، نكبر حرف الألف. هكذا. ثم نختار حرف الراء طويل، أيضا لا يوجد بالهاتف، يعني جايين من الله. هذا هو، نضغط هنا مثل ما تشوفوا طويل. يعني ليس حرف الراء الموجود بالهاتف. نضغط على اللون هنا، نحطه أبيض نفس الشيء. نعمل نسخ، نحطه هنا ثم نحذف هذا هكذا. نحطه هنا مثلا ثم نضغط على هنا أي النص، ثم نعمل نص تعديل. نحط رعد، اسمنا راح يكون اليوم عن أبو رعد السوري. عجبني هذا الاسم وقلت أحط لكم عليه شرح. نحط جلي الصمت هنا. طبعا يا إخواني الكرام، الخطوط الأساسية للتصميم هي خط ديواني الصمت، خط جلي الصمت، خط جلي ديواني الصمت مطور، وخط تشكيلات الصمت، يعني هي اللي تحتاجها بالتصميم. نكبر الاسم هكذا، نعمل له تدوير. هكذا مثلا، ثم نعمل نسخ. هكذا يا اخواني، بعد ما نكمل نضغط هنا ثم ننسخ الكل هكذا. يعني ندمج الكل، يصبحون مندمجين. نحطها هنا ثم نضغط على هكذا، ثم استيراد ونختار حرف الألف مرة أخرى. نختار مثلا هذا الثالث، الرابع عفوا، هذا هو مثل ما تشوفوا. نحذف الكل ونخليه هو فقط. هذا هو، نكبر. يعني أنت تختار حرف الألف لذلك، يعني نوضح لكم الفكرة فقط. نحطه نفس الشيء، نعمل تدوير هكذا. نقص من الحجم نحطه هكذا، ثم نروح لا الرعد عفوا، عملنا دمج نص، ثم حط حرف التساوي هنا ثم النص. ونحط جلي صمت نفس الشيء هكذا، خط جلي صمت. من هذه الدائرة هنا نقرب بين الحروف.
يعني هكذا لا نجيبها صحيحة. ثم نعمل هنا نسخ لتطلع دقتها أحسن من الأخرى. هكذا نروح لحرف التساوي هنا، نحطه على أمام ثم نسخ ونكتب السو، هكذا سو يعني نكتب كل. ثم نروح لخط ونحط ديواني الصمت، هكذا نحط ديواني هكذا. إخواني الكرام ركزوا معي هنا، نحطها مثلا هكذا، نروح نعمل لها نسخ ونحطها بالأسفل، ثم نروح للسوق ونعمل لها دمج هكذا إخواني الكرام هنا، ثم نروح للوسط ثم نحط قص ونقصها هنا. ثم حرف التساوي نفس الشيء، نسخ نحطه بالأسفل ونحط التساوي معه التساوي ونحط دمج، راح يوصل بالوسط. نروح للميمحات هنا نحطها هكذا مثل ما تشوفوا، حط السو هنا، حرف السين هنا، نقوم بالتدوير هكذا، ثم نحط استيراد ونختار حرف الواو. هذه هي حروف الواو تبع اللابتوب من حلبي مهيب، تحية بالمناسبة. نحذف الكل ونخلي حرف الواو طويل مثلا هكذا، نحطه هنا، نحطه مكان مثل ما تشوفوا حاطينه هنا مثلا. انا ما اريد اطول عليكم بالشرح، نعمل نسخ حذف ثم استيراد ونختار حرف الراء مرة اخرى. نقوم ب تكبير الحرف هنا، ركزوا معي نحطه نفس الشيء هنا، ثم نحط له نسخ تمام، هذا نحذفه وندخله هنا ونحطه بالوسط. هكذا ركزوا معي هنا، نحط له تدوير ليكون تداخل، يعني نحط هذا خط محيط، نحط هذا هنا تمام، نحط اثنين خليك مع هكذا. ثم نروح للنص نفس الشيء، نعمل تعديل، نكتب حرف الياء الألف المقصورة، ثم حجم نكبر، ونروح نحط جري صمت هكذا، نحط جري صمت، نكبر الحجم هكذا، تدوير ندوره مثلا هكذا، ثم نحط نص نكتب حرف نقطة فقط، نروح للخط نختار خط ثلث مثلا، نضيف النقطة. المهم نشرح لكم فقط، أعرف أني طولت عليكم بالشرح. ثم هكذا هكذا، ثم نضغط هنا نعلم بين الحروف هكذا السوري، ندمجهم مع بعض هكذا. تقولوا لي هذا عفوا النقط معهم أيضا، قولوا لي يعني هكذا. أعرف أني طولت عليكم بالشرح، بعتذر منكم. ثم الأبورات نحطها بالوسط هكذا، أحاول ما أطول عليكم، حط هنا الله أعلم نفس الحجم. ثم نروح نعلم بين المواقع هكذا، ثم نحط استيراد ونختار التشكيلة. هذه تشكيلات من قناة الممتاز، تحية إلى بالمناسبة. نحذف الكل طبعا، راح تطلع لكم مثلا هكذا، تطلع لكم خلفية سوداء، ما عليك سوى انك تروح لمسح اللون هنا، تضغط عليه ثم تعلم على اللون الاسود وتعمل هكذا ثم هكذا فقط.
ثم نروح للميم حات ونختار التشكيلات. راح نختار هذه التشكيلات ونرجع. اخترت هذه التشكيلة، نحطها مثلا أي مكان عندك إياه، نحطها مثلا هنا، ثم نفس الشيء نعملها نسخ، ثم نروح للميم حات نحذف الكل ونخلي التشكيلة مثلا هكذا. أنا أقدر أضيفهم يعني عن طريق الحروف، ولكن لا أوصلكم كيف الفكرة يعني. المهم اخوي الكرام، انت تحاول تحط تشكيلات لوحدك يعني، انا فقط نشرح لكم كيف تضيفهم. المهم فقط تعمل هكذا، تدمج بين التشكيلات لوحدهم. هكذا اندمج التشكيلات، ثم ندمج بين الاسمين ابو رعد والسوري. هكذا اندمجت. المهم نروح نعمل تلبيسة لأبو رعد سوري، أو نفسها من الألوان. نحط لها تدرج، نحط لها مثلا واحد من هذول. طبعا إخواني الكرام، نعمل اللون، نحطه نفس اللون اللي ضفناه هنا هكذا، ثم نحط اللون، ثم نحفظ الصورة هكذا، ثم نحط هذا من هنا هكذا. أو بعد ما تكمل اللون تحط اللون هكذا، اطلع أي لون مثلا هذا، نحفظ الصورة هكذا، ثم نروح نحطها من هنا، نختار اللون. لازم نعملها من أول وقبل يعني، أنا عملتها بعد يعني. المهم تحطها من قبل هكذا، وتضيفها على الصورة، وتعدل على الألوان من هنا. المهم بشرح لكم فقط، تقوم بحذف صورة أو إضافتها إلى صورة شخصية أو رمزية. المهم إخواني الكرام، وصلنا إلى نهاية الشرح، أعرف أن طولت عليكم بالشرح، إن شاء الله تكونوا فهمتوا يعني. ما يهمك الوقت، 10 دقائق يعني من حياتك، ما لتعلم شيء يعني. الناس تقضي ساعات يعني لتتعلم، ولكن عادي، إن شاء الله ما طولنا عليكم بالشرح. إن شاء الله أحط لكم الصور الوصف، فقط اعمل تخطي الاعلانات، وحط انا للروبوت وهكذا، وحمل الخطوط الحروف، وضيفهم لمخطوطاتك يعني اي اسم بدك اياه. لا تبخلوا علينا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وضيفوا لنا تعليقاتكم وشو بدكم شروحات، اكتبوا لي بالتعليقات اي استفسار، راسلوني على حسابي على الفيسبوك او الواتساب. في امان الله، سلام.